هدف اني انا جاي هني دعم للقائمة التغيير، وابدا بكلمتي اول شيء احد شعارات قائمة التغيير اللي هو التجارة للجميع. نعم التجارة للجميع، احنا نحث من هذا المكان الى المبادرين واصحاب الرخص واصحاب المشاريع اللي تأدوا وتضرروا من طوال السنوات اللي فاتت، يعني ما نغض النظر عن كورونا ما قبلها، نحث عليهم تاريخ 23. أنا متفائل ومتوقع أن الكل الشباب اللي هم من جيلنا بيكون متواجدين في تاريخ 23 للتغيير مع قائمة التغيير. شو تتغير بالتجارة؟ بغرفة التجارة التغيير هو هذا هدفنا، هدف المجموعة كلها، سواء المرشحين اللي نازلين اللي هم قائمة التغيير أو المبادرين، لأن الإقبال جاي من المبادرين مو من القائمة. القائمة ساعية للتغيير، القائمة راح تتحمل وراح تغير. التغيير اللي هو هدفنا تغيير الغرفة اللي صار لها أكثر من 50 سنة نفس مكانها، نفس النهج، ما في شيء جديد. إحنا متأملين بشبابنا، شبابنا هم اللي يمثلوننا، وأنا واحد من الناس من المبادرين تأديت من ناحية اقتصادية من ناحية تجارية من جميع النواحي، وقاعدين نقاوم. هذا قوة من الشباب، هذه قوة من المبادرين اللي هم لما الحين قاعد يتحملون. رسالة أخيرة أوجهها للشباب، للمبادرين، لأصحاب الرخص، تاريخ 23 أنتم راح تمثلون الغرفة مو قائمة التغيير، أنتم اللي تغيرون وأنتم بيدكم تغيرون وتقدرون.